السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدينة الذكية لازم يكون فيها المبنى الذكي، تمام؟ يعني نعتبر المدينة الذكية دي هي الغابة والمباني هي الأشجار. ففي ظل تغير المناخ وظل كوفيد 19، صناعة البناء بدأت تتجه ناحية التقنيات الإدارة عن بعد والتحكم الآلي في المبنى. وفي تقنيات أصبحت موجودة دلوقتي زي الطاقم الرقمي وأجهزة الاستشعار الذكية والحوسبة الإلكترونية. في الوقت الفعلي اي حاجه تحصل انت تقدر ان انت تعرفها، وفي تنبؤ باللي هيحصل واكتشاف اي مخاطر في الامن. يعني لو انت في الشغل ومش فاكر اذا كنت طفيت النور ولا لا، فممكن تطلع الموبايل وتاكد من اطفاء جميع الانوار، ولو حصل اي مشكله تجيلك رساله على الموبايل. وفي طرق انها تاكد من صحه المبنى انشائيا. خلينا نشوف الكلام العملي. دي مثلا شركة في أمريكا اسمها سابينت اندستريال. الشركة دي بتستخدم السنسور عشان تحدد ايه المعدات غير المستخدمة، وفي مستشعرات بتتأكد من كل حاجة موجودة في الأحمال الكهربائية الموجودة في المبنى، وبتجمع المعلومات وتقدر تتنبأ بالاستهلاك في الفترة القادمة، وبتستخدم خوارزميات التعلم الآلي عشان تقلل استخدام الطاقة وتقلل الأحمال. طيب، وفي شركة تانية اسمها سولاركس. دي شركة موجودة في هولندا بتصمم ألواح الواجهات الشمسية عشان تخلي المباني تقلل استخدام الطاقة، وبتحط الألواح الخلايا الشمسية على بلاط السيراميك مع مرات شفافية وملمسها، والألواح دي بتكون مستدامة وفعالة وشكلها جميل في الناحية الجمالية، وده بيساعد الواجهات دي بتساعد على توفير الطاقة وتقليل التلوث وإزالة الكربون.